هل كان رأفت الهجان عميلاً مزدوجاً؟ أهلاً بيكم في القصة وما فيها مع ريهام عياد. مبدئياً كده مفيش حد أصلاً اسمه رأفت الهجان. رأفت الهجان ده محمود عبد العزيز في المسلسل، إنما الجاسوس اسمه رفعت الجمال. وأنا بقى عايزاكوا تنسوا خالص كل اللي شفتوه في المسلسل، علشان اللي هتسمعوه هنا هو الحقيقة. سنة 56 لما عبد الناصر قلب على اليهود وطردهم من مصر بشنطة هدومهم، اليهود قالك هو احنا بعد العمر ده كله هنخرج كده صلتي ملتي؟ لا احنا نهرب فلوسنا بره بقى. ما هو اقتصاد البلد كله كان في ايديهم، وولاد الذين ما حدش كان قادر يعرف هما بيخرجوا الفلوس دي ازاي. لحد ما في يوم كده خير اللهم اجعله خير، دخل الملازم احمد رشدي اسم في اسكندرية ومعاه مسجون مترحل من ليبيا. مين ده يا احمد بيه؟ اهو يهودي من اللي بيهربوا على اسرائيل. خش يا حلو في الزنزانة واستخواتك اليهود. وبعد ما رحلوه على القاهرة جاله ضابط البوليس السياسي حسن حسني. لا مش ده، دوكها ضابط بجد. قال له بص بقى يا اسمك ايه انت، احنا مش عارفين جنس ملتك ايه، مصري ولا يهودي ولا انجليزي، احنا بس كل اللي يهمنا ان اليهود اللي انت اتحبست معاهم في اسكندرية كانوا متأكدين انك يهودي زيهم، وانت كراجل انجليزي اكيد ما بتكرهش المصريين. فالراجل فط من مكانه وقال له لا يا باشا، انا مصري زي زيك وبحب البلد وبخاف عليها. الضابط قال له ايوه كده اطلع من دول، قصتك ايه بقى؟ رفعت علي سليماني الجمال اتولد 1 يوليو 1927 في دمياط. ابوه كان تاجر فحم قد الدنيا، بس مات سنة 36. فاتنقل رفعت وامه واخواته سامي ولبيب ونزيهة على القاهرة، واخد رفعت دبلوم التجارة. بس من صغره وهو ايه يحب الشهرة والتمثيل قوي، وفعلا مثل كام دور صغير كده في السينما، وعرف الرقاصة بيتي وحبها جدا، وهو كان ايه دون جوان. وسنة 46 راح عاش معاها في بيتها، واخواته كانوا هيتجننوا منه وشايفينه تافه ومستهتر، بس كل واحد فيهم كان اتجوز. ونزيها اخته اللي كان بيعشقها اتجوزت الملازم اول احمد شفيق، بس والله ما هو احمد شفيق اللي في بالك، وامه كمان مشيت وراحت عند اخوها في ديكرنس، فبقى بطوله، فكان عايشها صرمحة بقى. بس هو كان بيزهق بسرعة، فلما زهق من بيتي وتحكماتها سابها واشتغل محاسب في شركة بترول. وسنة 50 اشتغل محاسب على شركة شحن، ولف معهم العالم لحد ما وصلوا مينا ليفربول في انجلترا عند محمد صلاح. وعلى طول اتعرف على بنت كبير عمال المينا جودي. ما بيضيعش وقت خالص، مش بقول لكم دون جوان؟ والبت وقعت في حبه من اول نظره، وقالت له بقول لك ايه، انت تفكك من المركب بتاعتك وتفضل معايا هنا. وعمل نفسه عنده الزايده وراح شالها وهي سليمه عشان يفلسع من المركب، بس برضه شويه وزهق وقال لك بلا جودي بلا بتاع، انا هرجع على بلدي. بس لما رجع لقى نفسه وحيد، لا حبيب ولا قريب ولا غريب ولا نسيب، فقال لك انا ايه اللي يقعدني في الوحده دي، انا اطلع على فرنسا واشوف حالي هناك. وهو فعلا شاف حاله على الاخر، واشتغل شغلانه لها العجب، يقضي وقت لطيف مع الستات وياخد منهم فلوس، فتتليل يعني بس على رجالي. والموضوع مشي معاه حلو قوي، وعمل منه خميره حلوه جدا، واخد الفلوس دي وطلع على ليفربول عند جودي. والبت الصراحه كانت اصيله، وقفت جنبه وساعدته لحد ما اشتغل في شركه سياحه صغننه كده، بس هو دماغه كانت سام شاطر جدا، وقدر في وقت قصير انه يكبر الشركه دي. فالظهر لعب والفلوس جريت في ايده زي الرز، ومن انجلترا لامريكا لكندا لالمانيا، اللي قابل فيها بنت حلوه قضى معاها ليله، علشان يصحى من النوم يلاقي المصيبه السوداء. ايه البت سرقته؟ يا ريت، دي سرقت باسبوره. طب ودي فيها ايه يعني؟ ما يطلع بدل فاق. لا، ما هو سرقه الباسبور في المانيا في الوقت ده كانت مصيبه سوداء، لان النازيين كان بيشتروا الباسبورات الاجنبيه المسروقه عشان يهربوا بيها من المحاكمات. ولما راح السفاره المصريه هناك قالوا له العب غير يا امور، تلاقيك بعته. وترحل على مصر سنة 51 لا شغلة ولا مشغلة ولا باسبور. وحتى في مصر قالوا له مالكش باسبورات عندنا يا حلو، انت شكلك كده بتبيعهم بره. واضح انها كانت سبوبة وقتها يا جماعة. فقال لهم خلاص براحتكم، انا كده عملت اللي علي. وراح مزور باسبور سويسري ولابس البورنيطة وعاش في دور الراجل الاوروبي، لحد ما قامت ثورة يوليو والدنيا بقت مزنقة على الاخر مع الاجانب. فقال لك خلاص ما بدهاش بقى، انا ماليش عيش في البلد دي. وفي مارس 53 ضرب له باسبور انجليزي باسم دانييل كالدويل، وراح طالع على ليبيا عشان يهرب منها على بر، ومعاه بقى تحويشه عمره شيكات ب 12000 دولار، عشان في الطريق تقابله دوريه انجليزي. عادي وايه يعني، الراجل اداهم الورق وهو حاطط رجل على رجل، انجليزي بقى. وهو كان ايه بيتكلم انجليزي وفرنساوي لبلب، لكن من حظه ان الضابط الانجليزي وهو بيفتشه عينه وقعت على الشيكات اللي باسم رفعت الجمال، وقال له بتاعت مين الشيكات دي مسيو دانييل؟ قال له بتاعتي. قال له الله،
أمال مين دانيال بقى؟ وهنا سكت رفعت قليلا. ما هو لو قال أنا دانيال يبقى سارق شيكات الجمال، ولو قال أنا الجمال يبقى مزور باسبور دانيال، وفي كل الحالات رايح في ده مزنق ابن لزينة. وإيش الضابط قال له انت شكلك من اليهود اللي بيهربوا من مصر لإسرائيل، يلا يا باشا على اسكندرية. فاكرين بقى الضابط حسن حسني بتاع اول الحلقه؟ قال له بص يا رفعت، انت كده ما قدامكش غير حلين، اما تتسجن بسبب قضايا التزوير الكتير اللي عليك، يا اما انك تحط ايدك في ايدينا ويتمسح ماضي رفعت الجمال وكل القضايا اللي عليه تسقط. قال له حط يا باشا، احنا خدامين الحكومه. قال له بص، احنا هنزرعك وسط اليهود علشان تكشف لنا شبكه تهريب الاموال، سهله وبسيطه. وبعد كورس مخابراتي معتبر اتحول رفعت الجمال لليهودي جاك بيتون، وبقى عنده باسبور وشهادة ميلاد وكله رسمي ومختوم من الحكومة، وشغلوه في شركة تأمينات في اسكندرية في منطقة كلها يهود، وضرب الصحوبية المتينة مع اليهودي ليفي سلامة، ودخل شلة يهود اسكندرية لحد ما بقى حبيب إيلي كوهين ذات نفسه. ما تعرفوش إيلي كوهين؟ ولا ده أشهر جاسوس إسرائيلي، ده كان مصيبة على بلد. المهم رفعت فضل وراهم لحد ما كشف شبكة التهريب دي كلها، ومن غير ما حد يكشفه ولا حتى يشك فيه. وتيجي سنة 54 ومصر وانجلترا يتفقوا ان الانجليز يغوروا من خط القناة، فاسرائيل زعلت بقى وعملت الوحدة 131 علشان تعمل ايه بقى؟ تدمر معسكرات الامريكان والانجليز على خط القناة، وكأن المصريين اللي عاملينها. يا خبر اسود، دي كانت تبقى حرب. وطبعا مش هيلاقوا احسن من اليهودي المخلص جاك بيتون عشان يضموا للوحدة دي. وقبل ما ينفذوا ضربتهم بيوم واحد كان الجمال مدي المخابرات كل تفاصيل العملية، وفي ساعتين زمن اتقبض على اعضاء الوحدة كلها بما فيهم جاك عشان نحبك القصة. وعايز اقول لكم ان الموضوع ده كان قصة كبيرة قوي في اسرائيل، ووزير الدفاع الاسرائيلي بنحاس لافون استقال فيها واتسمت بفضيحة لافون. وبسبب العملية دي مصر اسست جهاز المخابرات السرية جوه اسرائيل بقيادة زكريا محي الدين، بس ما تقولوش لحد بقى عشان دي اسرار. جاك بقى طبعا اخد براءة وقالوا انه كان بدون مشاركة تذكر، بس هو كده قدام اليهود واسرائيل بطل من ابطال الوحدة 131. كان طبيعي ان المخابرات الجديدة بتاعتنا تفكر بطريقة جديدة، وقالك جاك هيقعد هنا يعمل ايه؟ ما اليهود كلهم خرج، احنا بقى نبعتهولهم اسرائيل. ورفعت سمع الكلام ده من هنا وقال لهم لا يا عم مش لاعب، ما اتفقناش على كده. لكن طبعا لا شيء يفوق الخبرة، لا شيء يفوق المخابرات المصرية، وقدر الضابط علي غالي انه يقنعه. وفعلا خرج رفعت من مصر في يونيو 56 على اساس انه متهجر يا عيني زيه زي كل اليهود، وركب المركب اللي رايح على نابولي في ايطاليا. وطبعا الخبر كان في اسرائيل بعد 5 دقايق، والحقيقه ما ضيعوش وقت وبعتوا له 2 من موساد وهو في المركب وقالوا له مكانك في اسرائيل يا خبيبي، وفعلا نزل في اليونان ومنها على اسرائيل علشان تبدا المغامره. وصل جاك اسرائيل وعمل شركة سياحة صغنانة كده اسمها سي تورز، ما هي دي الحاجة اللي بيفهم فيها، وكمان علشان يسافر براحته ومحدش يشك فيه. ولانه كان فهلاوي وشاطر نجحت شركته بسرعة وبقى مقرب جدا من اكبر الشخصيات هناك. لا بجد اكبر الشخصيات، اكبر الشخصيات ده موشي ديان كان صاحبه الانتيم، وهو اللي عرفه على ديفيد بنجورين والست جولدا مائير، وكانوا ايه يحبوه زي ابنهم، ما هو ناجح وشاطر وبيحب البلد. ويجي عبد الناصر في يوليو 56 ويأمم القناة والعالم كله اتقلب. وعلى شهر اكتوبر كده رفعت حس ان في تحركات غريبة عند اللي ما يتسموش، فميل على صاحبه ديان وقال له الكلام على ايه يا ابو العيون؟ قال له احنا هنضرب مصر مع انجلترا وفرنسا. الله ايه الاخبار الحلوة دي؟ وراح واخد ديله في سنانه وطلع على ميلانو وقال للضابط الاتصالات المسؤول عنه الحق هيضربوا مصر. قال له انت بتقول ايه يا عم انت؟ مفيش الكلام ده، دول هيضربوا الاردن. قال له والمصحف هنضرب، ده ديان اللي قال لي. وفين على ما الضابط اقتنع بلغ القياده في مصر. الله، يعني العدوان الثلاثي المفاجئ ما كانش مفاجئ؟ لا هو ما كانش مفاجئ، بس احنا اصلا ما كانش عندنا سلاح نقدر نواجه بيه الشله دي. وبعد النكسه رفعت اتقهر وحذف نفسيته قوي وحس ان كلامه بيترمي في الزباله وما بيتعملش بيه، بس شالها في نفسه سكت. ولما الدنيا هديت قال للضابط بتاعه سنه 58 انا تعبت ومش قادر اكمل. الضابط قال له ازاي؟ ده انت اهم عميل عندنا، هو احنا نلاقي زيك فين؟ ده انت بتفطر مع الرئيس وبتتغدى مع قادة الجيش، وبعدين هو انت لو اختفيت فجأة كده اخواننا البعض هيسيبوك، دول هيقتلوك وش، واحنا خايفين عليك. بص انت اعصابك تعبانة، وعشان ما تزعلش يا سيدي احنا هنبعتك مصر تشوف نازيها وولادها، صد رد كده وترجع.
وتيجي سنة 59 ويسرب الجمال معلومات غاية في الخطورة عن المفاعل النووي الضخ اللي بيبنيه البعدة، ومصر بقى ايه جرستهم قدام العالم وقالت لو سبتهم يوصلوا للقنبلة النووية احنا هنشتريها جاهزة من الاتحاد السوفيتي، وده خلاهم يوقفوا المشروع فعلا وقتها وكل كوم. ولما كشف لهم الألمان كوم تاني اللي كانت عاملة بريئة وعلى الحياد وملهاش دعوة بالصراع الداير، وبلغ مصر باتفاقيات التدريب العسكري المشترك اللي بينهم وبين البعدة، ومصر فرشت الملاهة الدبلوماسية للألمان وخلتها في نص هدومها قدام العالم، واضطرت يعين أمها تقلل التعاون مع اللي ما يتسموش. وتيجي سنة 63 ويقرر الجمال انه كفاية كده جاسوسية، الامور مستقرة ومفيش حاجة تستدعي انه يعيش في القلق والخوف ده كله، وقدام اصراره وافقت المخابرات. بس صدموه قالوا له انسى فكرة انك ترجع مصر دي خالص. قال لهم يعني انا عملت ده كله علشان في الاخر اتحرم من بلدي؟ قالوا له رجوعك معناه موتك، هيقتلوك لا محالة، انت حلك الوحيد انك تتجوز واحدة اوروبية مسيحية وتعيش معاها، وهو ساعتها يبقى عندك حجة قدامهم انك تسيب البلد. قول لهم مراتي عايزة تعيش جنب امها. فعلا بعد 4 شهور ربنا عطره في بنت الحلال فلتراود هاينريتش، من اسمها كده باين انها المانيه، ووقعوا في حب بعض من اول نظره واتجوزوا في اكتوبر 63، وهي كانت مطلقه وعندها بنت كتبها جاك باسمه، وفضلت البنت دي طول حياتها متخيله ان جاك ابوها الحي، وبقوا عايشين ما بين اسرائيل والمانيا. اهو بيسحب نفسه بالطريقه شويه شويه، لكن اول ما عرف ان فلتراود حامل قال لك انا ابني لا يمكن يتولد في البلد دي ابدا، وقال لهم معلش بقى يا جماعه المدام حامل والجو هنا حر وهي ألمانية بقى مش واخدة على الجو ده فسام عليك، وخلف الجمال ابنه دانييل جاك بيتون سنة 65 في ألمانيا، وأصر انه يبقى مسيحي زي امه أحسن ما يبقى يهودي زي ابوه اللي مسلم أصلا. فضل رفعت برضو يروح ويجي على اسرائيل كده علشان محدش يشك فيه، وبحكم انه على علاقة بالناس التقيلة فيها فالمعلومات كانت بتجيله على طبق من دهب، وبالرغم انه تقاعد الا انه كان بيجري يبلغها على طول. بس الغريب انهم ما كانوش بيصدقوه، ده لما قال لهم ان المانيا عاملة صفقات سلاح رهيبة مع البعدة راحت الحكومة المصرية طلعت تجري تسأل الالمان وقالت لها انا يا اختي والنعمة ما حصل، فاحنا صدقناهم وكذبنا ابننا والسلاح ده ظهر فعلا في النكس. وفي ابريل 67 رفعت تعرف ان اللي ما يتسموش بيصوروا كل المطارات الحربية العربية من الجو وبيعملوا لها نماذج مصغرة وبيتدربوا على قصفها، اكيد بيخططوا لمصيبة سودة. وكالعادة جاري بلغ على طول، بس قالوا له معلوماتك بايتك احنا عارفين كل حاجة، بس البعدة مش هيضربونا ولا حاجة، دول هيضربوا سوريا بس. الراجل بقى يضرب اخماس في اسداس، ده انا بقول لكم معلومات مسؤولين في الحكومة الاسرائيلية نفسهم ما يعرفوهاش، يبقى الرد كده والله ما انا قايل لكم حاجة تاني. اصل معلومات الجمال وقتها كانت صادمة لدرجة تشكك، والنتيجة كانت ايه؟ نكسة 67. سنة 73 جاك عرف من اصحابه اللي ما يتسموش معلومات ما ينفعش يتسكت عليها، قال ايه ناويين يضربوا مصر تاني عشان يخلصوا على جيشنا تماما، ووصل لخرائط نقط تمركز البعد على خط بارليف ومعلومات كتير على اساسها اتبنت الضربة الجوية الاولى، علشان يصحى الجمال يوم 6 اكتوبر 73 على راديوهات العالم كله بتقول العرب ضربوا اسرائيل. كان كل حلم رفعت انه يرجع مصر، وما كانش فارق معاه يرجعها رفعت الجمال ولا جاك بيتون، المهم انه يرجع وخلاص. وفعلا سنة 77 اسس شركة ايجيبتيكو للبترول في مصر الجديدة، وشارك اخوه لبيب وشغل ولاد اخوه سامي معاه، والرئيس السادات بنفسه امر بتسهيل اي حاجة يحتاجها الخواجة جاك بيتون. لكن سنة 81 اكتشف الجمال بالصدفة انه عنده سرطان الرئة وفي مرحلة متأخرة كمان، وبعد 9 شهور من محاربة المرض اللعين ده مات رفعت الجمال يوم 30 يناير 1982 في فرانكفورت في ألمانيا، وقبل ما يموت وصى مراته انه ما يدفنش في مقابر اليهود، وكتب قصة حياته بالكامل. كويس انه كتبها في السر، لو كان قال كان زمانه محذوف زرع بصل من البلكونة. ووصى المحامي بتاعه انه يسلمها لمراته بعد 3 سنين من وفاته عشان تكون هديت وتقدر تسامحه كده. بس الحقيقة هي اتجوزت إيهاب نافع في 4 ابريل 82، يعني تقريبا بعد 4 شهور من وفاة رفعت. بس لما تقرأ قصة كده تحس انه كان مزقوق عليها من المخابرات سيكا، واسلمت فلتراود وابنها دانيال سنة 89 وراحوا عملوا عمرة كمان، وحاول دانيال بكل الطرق انه ياخد الجنسية المصرية، بس المخابرات المصرية رفضت تماما وقالوا ان رفعت كان عنده التهاب في الغدة النخامية واهمالها بيسبب العقم، والجمال كان مهمل في صحته فاكيد كان عنده عقم بس مش هو ده السبب الحقيقي. والحقيقة ان الحكومة المصرية خافت ان بعد ما دانيال ياخد الجنسية يطلب تعويضات بالملايين من مصر بحجة الألم
الآلام النفسية. وفعلا هم كانوا اتكلموا كتير انهم كانوا عايزين جزء من أرباح مسلسل رأفت الهجان، يعني النية شكلها كده كانت موجودة. وشوفوا بقى سبحان الله، بالرغم ان المذكرات دي كتبها الجمال بس عشان يعتذر لمراته انه خب عليها الحقيقة طول السنين دي كلها، الا انها كانت الرد على كل ادعاءات اخواننا البعدة اللي ما يتسموش ان الجمال ده كان جاسوس ليهم او انه كان عميل مزدور. وكذبت شارون اللي طلع وقال انه كان بيدي معلومات مضللة للجمال عشان يوصلها لمصر، وانه كان بيحضر كل الاتصالات اللي كانت بتتم بين الجمال وبين المصريين. كذاب قوي شارون ده طول عمره. رفعت الجمال سافر واشتغل ومات من غير ما حد يسمع عنه حاجة، لا في مصر ولا في إسرائيل. وأول معلومات ظهرت عنه كانت سنة 1987 في رواية كنت جاسوسا في إسرائيل رأفت الهجان للكاتب صالح مرسي، واللي كتبها بناء على طلب من المخابرات المصرية نفسها، واللي تحولت لأشهر مسلسل في التاريخ، مسلسل رأفت الهجان. والكل قصة حكاية وأنا هقول لكم على اللي فيها. كنت معاكم ريهام عياد.